بعض هذه الأخبار غريب شوية هنعلق عليه، لكن عايز أبتدي بالأهرام المسائي. الأهرام المسائي اتكلم عن النادي الأهلي وقال إيه النهاردة؟ قال إن الأهلي لا يرحم. الأهرام المسائي، الأهلي لا يرحم، سحق كانو سبورت بالأربعة وتأهل إلى دور مجموعات دوري الأبطال بالضبط كده، وده اللي احنا تابعناه وشفناه امبارح. مباراه في الحقيقه فنيا كمان كانت رائعه من النادي الاهلي، يعني في جمل الاهداف كلها ملعوبه، في بعض الفرص الضائعه نتج عن جمل تكتيكيه جميله جدا في الحقيقه، فواضح ان في شغل في خلال التدريبات يعني، فكل دي امور تحسب للاعبين والجهاز الفني بالطبع. الاداء فنيا في الشوط الثاني كان كويس جدا، وكان ممكن يضاعف كل او عدد كبير من الاهداف زي ما شفنا امبارح، حتى لو المنافس ضعيف شويه لكن انت بتشتغل على نفسك، بتحفظ ادوارك كلعيبه من خلال مثل هذه المباريات. ديانج يتالق في اول ظهور، والكرات العرضيه كلمه السر في الفوز. مش الحقيقه الكرات العرضيه بس، يعني في شغل سواء من الاجناب او من اكثر من مكان العمق كمان، قدر النادي الاهلي ان هو يشتغل بشكل جيد امبارح. عايز اروح بقى لبعض الاخبار اللي حضراتكم اكيد مستنيين تعليق عليها. نروح للشروق. الشروق بتقول ايه؟ الاهلي يبدا مفاوضات تجديد عقد احمد فتحي. ركز معايا عشان في خبر عكس خبر زي ما حضراتكم ساعات بتتابعوا يعني. طبعا احمد فتحي قيمه كبيره جدا، واكيد النادي الاهلي هيدرس هذه الجزئيه، ولاعيب مهم، واكيد عقده بنسبه كبيره هيتم تجديده. الاهتمام من قبل النادي الاهلي باحمد فتحي، واحمد فتحي مهتم جدا بالاستمرار مع النادي الاهلي. ممكن البعض يقول لك يا شروق تتكلم في كده دلوقتي ليه؟ لا، ده عشان احمد فتحي عقده هيخلص مع نهايه الموسم الجاي. لكن الموضوع مش صعب، تجديد احمد فتحي للنادي الاهلي مش مساله صعبه يعني. لعيب اهلاوي جدا، بيحب النادي الاهلي بشكل كبير قوي قوي، وما شاء الله عليه في الملعب كمان اكثر من رائع. لحد دلوقتي هو احمد فتحي بتاع زمان، هو ما اتغيرش. فمساله تجديد عقد احمد فتحي موضوع مش هياخد كلام كتير جدا من الصحافه، وهيخلص وقت ان النادي الاهلي يقرر التوقيت المناسب لفتح هذا الملف. مش هياخد وقت كبير، لان احمد فتحي لعيب كبير جدا وقيمه كبيره في النادي الاهلي، وهو حابب اكيد ان هو يستمر مع النادي الاهلي، فالموضوع مش محتاج كلام كتير. اتجاه بقى ايه لتمديد عقده موسم واحد، ده بقى متروك للمسؤولين في النادي الاهلي واللاعب. فايلر يمنح صالح جمعه فرصه اخرى. ماشي، الكلام من خلال الايام اللي فاتت كان على صالح جمعه بشكل كبير، والبعض قال ان هو غاب عن تدريبات المستبعدين بدون اذن. الكلام طبيعي هيطلع كتير على صالح جمعه لان هو ما شاركش حتى هذه اللحظه، لكن في المقابل زي ما بقول لحضرتك لما لعيب ما بيلتزمش او بيبقى فيه تقصير في جانب معين النادي الاهلي بيوقع عليه عقوبه، بالتالي النادي الاهلي خلاص وقع على صالح جمعه عقوبه او غرامه ماليه بعد غيابه بدون اذن اثناء معسكر النادي الاهلي في برج العرب، فبالتالي في تدريبات المستبعدين يعني. فبالتالي الاهلي ما بيهزرش في كل هذه الامور، وهو صالح بقى يعني مش عايز اعلق على الجزئيه دي كتير، لكن ان شاء الله نتمنى له ان هو يلتزم خلال الفتره اللي جايه ويعود صالح جمعه بتاع النص الثاني الموسم اللي فات، وان شاء الله يكون اضافه للنادي الاهلي ويتعلم من اخطائه، لان ده شيء مهم جدا ويلحق نفسه يعني، لان العمر بيجري بسرعه يا صالح. نروح للدستور. الدستور بتتكلم عن النادي الاهلي وبتقول تكلفه التعاقدات بالتجديد لحسين السيد خوفا من انتقاله للابيض. النادي الاهلي لو خد قرار ان هو يجدد للعيب مش عشان خايف ان هو يروح نادي الزمالك مثلا او اي نادي اخر، لا، هو بيبقى عشان مقتنع اقتناع تام بامكانيات هذا اللاعب يعني. لكن موضوع ان الاهلي بيجدد علشان يجدد لحسين عشان ما يروحش النادي الزمالك، لا، حسين واحد من ابناء النادي الاهلي ولاعيب مميز، والنادي الاهلي لو جدد له عقده هيبقى عشان مقتنع بتواجده مع النادي الاهلي مش اكتر. وده الدليل على كده ان النادي الاهلي استغنى عن بعض اللاعبين اللي ممكن يروحوا نادي الزمالك، لكن النادي الاهلي شايف ان هو مش محتاجهم خلال الفتره الحاليه. لو النادي الاهلي شايف ان هو محتاج حسين سيد هيجدد، مش محتاج حسين سيد مش هيجدد. الموضوع ابسط من البساطه يعني. نكمل الخبر. الاهلي، بص بقى الخبر ده، الاهلي وافق على عرض بيراميدز لضم اجايه مقابل اريك تراوري في يناير. خبر غريب جدا جدا جدا، والغريبه ان اللي كاتب الخبر ده واحد اهلاوي قوي يعني، انا عارفه الصحفي يعني زميل وصديق يعني. يعني اجايه بعد تألقه الفتره اللي فاتت دي، طب لو الكلام ده كان قبل مباراه الزمالك
والفتره الكبيره اللي كانت قبل هذه المباراه هقول لك منطقي شويه، لكن ده الولد لعب وتالق وجاب هدفين وكان مؤثر جدا في مباراه الزمالك، وامبارح لعب وتالق وجاب جون مميز، والراجل بيديله ادوار مختلفه في الملعب. فبانهي منطق بانهي عقل ممكن نتكلم في الجزئيه دي دلوقتي؟ بالمناسبه لجنه التخطيط ما اجتمعتش من ساعه ما فايلر جه النادي الاهلي، فكلام كله غريب قوي بصراحه، وكلام كله بشانه ان هو بيحاول يهز استقرار اللاعبين في النادي الاهلي، حتى لو الصحفي اهلاوي كده، لكن انت بتحاول تختلق مشاكل، بتحاول تختلق ازمات. اجاييه لما يعرف حاجه زي دي هتشتت فكره، والكلام اصلا غير صحيح وغير منطقي، يعني كلام غريب جدا. مفيش الكلام ده من الاخر يعني، وان اجاييه هيكون مقابل ايريك تراوري. ايريك تراوري بالمناسبه لعيب كويس جدا، بس لو الاهلي فكر فيه، الاهلي قادر ان هو يتعاقد مع ايريك تراوري من غير ما يدخل فيه اي لعيب يعني. فحاجه غريبه وكلام غير حقيقي بالمره، واجاييه مستمر مع النادي الاهلي والناس مبسوطه بيه جدا في الجهاز الفني، وجمهور النادي الاهلي اكيد مبسوط دلوقتي بجونيور اجاييه بعد عودته لمستواه، ان شاء الله هيبقى افضل من كده كمان بكتير. الوفد كلام اخر، فايلر يطلب مهاجما جديدا للاهلي، ممكن مستر فايلر يشوف ده لسه حسب تقييمه للامور كلها، في ظل كمان مصابه مروان محسن. الراجل هو اللي هيقول رؤيته، لكن لغايه دلوقتي يا جماعه كل دي اجتهادات ليس الا. وينقلب على جيرالدو، ده استنتاج ان هو بينقلب على جيرالدو، لان جيرالدو المباراه الاخيره اللي لعبها امام سموحه ممكن ما يكونش كان بالمستوى اللي ينتظره البعض، لكن هل جيرالدو يمتلك الامكانيات الكافيه بتواجده او تخليه متواجد في النادي الاهلي؟ يمتلك، عنده احسن من كده بكتير طبعا عنده، لكن مش معنى كده ان هو راجل انقلب على جيرالدو من مباراه واحده يعني خالص، كلها تقييمات من المدير الفني، وكل دي استنتاجات من الصحفيين، وده شغلهم ولهم كل التقدير والاحترام يعني. لكن لسه المواضيع دي سابقه الاوانها، ولسه شويه على شهر يناير الراجل هيشوف احتياجاته ايه وهيطلبها من المسؤولين ولجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي واداره التعاقدات والكابتن محمود الخطيب طبعا بكل تاكيد. طيب دي كانت ابرز الاخبار اللي اتكتبت على النادي الاهلي في الصحف النهارده، اخبار